الاقتصادي في محاور هذا العدد التأمين الفلاحي، توعية الفلاحين بضرورة الانخراط في الغرفة الوطنية للفلاحة، عروس زيبان، بسكرة طبيعة ومياه معدنية وحموية، استثمار في هذا المجال، البناءة الحديدية مؤسسة بور النام في منطقة العش في برج بوعريريج، مؤهلات إنتاجية وحصة سوق لا يستهان بها. التفاصيل بعد الجينيريك. البديل الاقتصادي، مساءكم سعيد. في أولى محاور هذا العدد التأمين الفلاحي، عدد المؤمنين الفلاحين في بلادنا لا يتعدى 20,000 من أصل 1,000,000 فلاح، ولهذا تقوم الصناديق الفلاحية للتأمين أو المصالح الفلاحية بتحسيس وتوعية الفلاحين الشباب من أجل الانخراط أكثر في هذه الصناديق من أجل التعويض الناجم عن الخسائر أو إتلاف المحاصيل. تفاصيل أوفر إليكمها في ريبورتاج فريد الأخبار. هذا ما تبقى من مخزن السيد سيوسف صالح بالبويرة، لقد التهمته النيران ذات ليلة من شهر أوت 2018. المخزن ومنذ سنة 86 كان رأس مال هذا المستثمر الفلاحي المختص في زراعة الحبوب. استوكينا تبن لي زونفيرون تاع قريب 600 بوط هنايا. استوكات نورمال و في النص تاع مودوت شعلت النار في الليل الوحده غير بعد ذاك تاع الليل. هكاك. ونهار شعلت جاو الحمايه المدنيه ما قدروا لي والو باسكو الكراج كان معمر. وسي ديفيسيل باش يدخلوا لداخل. كسرنا الباب اللي منا وكيما طرت السقف جابوا لي كاميو واحد 5 كاميون بداو يطفوا من نهار شعلت مشات كاع خلاص حبست كاع. التبن اللي ستوكينا هنايا كاع راحوا كل كاع ربي كتبناه كاع حنا كيما تبن مول في كوفرينا كالكو شارج. مثلا باغ اكزومبل كيما لا مان دوفر كيما الغازوال كيما لا موسونوز باتوز كيما بياس ديتاشي يزيد يعاوننا عبر والله غير تشوكينا الله غالب ربي كتبنا. ولهذا اللي ننصحوا الفلاحين ناكدوا لهم باللي التامين حاجه مهمه، لان غير التامين اللي يقدر باش الفلاح يعاود يحيي النشاط تاعو. وكنا رايحين باش نامنوا هكذا في العقليه تاعنا رايحين باش نامنوا غدوه حتى نصير هذاك اللانسوني وهذا الدرس. وسط هذه الجبال تتربع بلدية حيزار التي تبعد عن ولاية البويرة 8 كيلومترات. الشاب إدار عز الدين فلاح في تربية الأبقار منذ أكثر من 20 سنة. عندنا واحد 10 سنين رانا مسيورين عندهم عند لا سيريما، يجيو يشوفوا البقار يديروا ان سويفي هنا عندنا ويشوفوا اللي راهم مراض ويعطونا لي كونساي. بار اكزومبل في لا بيريود تاع الربيع وقت تخرج البقار على بيبري لا كونتي تاع لوفير سمعت تجي بشويه برك مع مؤسسة خصم برسك 50% هما اللي خلصوها داروا كونفونسيون مع السيريما وما يخلصوا بشويه اسمه تامين 50% 50% تخفيض تاعو ب 50% درك البقات تخرج لك الملايين لاسيرونس على العام تولي تخلص مليون و200 ومع المؤسسات الخاصه هذه تخدم معاهم هما يخلصوا لاسيرونس 50% فوالا 50% يخلصوها هما. هذا دعم لكم لا دعمنا الحمد لله. هناك عامل مهم وهو المرافقة لاحظنا بلي البنك والونسيج راهم يمدوا تموين وحنا نأمنوا بصح من بعد الشاب هذاك تلقاه راه يخدم وحده بدون مرافقة وهو ما عندوش تجربة في هذا الميدان. هذه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عنده في الأعوام الأخيرة هذو وظف عدة بياطرة في كل صناديق جميع الصناديق عندهم بياطرة جميع الصناديق عندهم مهندسين فلاحيين
هذا من أجل مرافقة، مرافقة هذا الشباب ولجميع الفلاحين وخاصة الشباب، باش نعاونهم باش يسيروا مليح المزرعة تاعهم ولا باش يسيروا مليح تربية المواشي تاعهم. واش انت راك طالب أكثر؟ ماذا بيا نكون عندي اون كونتيتي في البقر هذه، وليو دو 12 فاش و 15 فاش، مي جو فو ميو كيكون اون ترونتان فوالا، كنا شوية دعم عنده ولا هذا. 70,000 هكتار هي مساحة الأراضي الفلاحية بالبويرة، منها 23,000 هكتار مؤمنة. ولتحقيق تأمين أكبر، حملات تحسيسية وتوعوية في المداشر والقرى يقوم بها الصندوق الجهوي للتأمين الفلاحي. المديرية العامة تاعنا دار تحفيزات لهذا الشباب. التحفيزات دارو كيفاش تكون؟ تكون أولا في ثمن التأمين، هناك تخفيض فيما يخص جميع الناشطين الشباب في القطاع الفلاحي، وين عندهم تخفيض حتى توصل حتى 30% في التأمين، سواء في التأمين النباتي أو التأمين الحيواني. حتى الفلاحة الجبلية، الناس اللي راهم ساكنين في الجبل عندهم مساحات صغيرة وعندهم مواشي مع عدد قليل، كاين تأمين خاص بهم. هذا الصندوق الوطني بادر بتأمين خاص بهذه المستثمرات الصغيرة، هو تأمين ثقة اللي خاص بالناس اللي عندهم زوج قطارات، ثلاث قطارات تاع الفلاحة، ولا عنده زوج بقرات ولا ثلاث بقرات، هذو عندهم تأمين خاص بهم. عدد المؤمنين حاليا رانا أكثر من 20,000 مؤمن، بين مليون أكثر، حوالي مليون فلاح عنده بطاقة على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة. فيما يخص 2018 عوضنا أكثر من 500 مليون، حوالي قريب 500 مليون دينار جزائري حتى سبتمبر الفارط. التأمين الفلاحي آلية لتغطية المخاطر الفلاحية، فهل من إجراءات جديدة في التأمين؟ وكيف يعوض الفلاح المؤمن؟ هو يتعوض على حسب ما أمن، صدير لك كان أمن خلص بزاف هاو يعوضه على حسب ما خلص، ولا ما خلص بزاف يعوضه على حسب القيمة اللي خلصها. الفلاح يكون حاضر، هو قال الخدمة اللي نخدموها يكون حاضر هكذا، و اون تيان كونت دو سكيل دي دو سكيل بروبوز ايتترا، اي بي اون ايفالو بارابور ا لا موين لوكال ولا ريجيونال. فلاح في حالة وين ما عجبوش التعويض تاع الخسارة تاعو، في حقه باش يدير يعني الركور باش يديروا خبرة مضادة، وكذلك خبرة مضادة نقدروا نديروا خبرة واحدة أخرى، يعني نشوفوا القانون أراه يعني في صالح للفلاحين والمربي. يعني شركة التأمين الفلاحي دارت عدة امتيازات فيما يخص العقود التأمين. أولا الفلاح عطينا له إمكانية وين ما يخلصش يعني التأمين تاعو، نخليوه حتى يدير الريكولت. يعني كانت هناك توصيات، حاليا فيها مشروع تاع كما يقولوا الديسبوزيتيف دي كالاميتي لي كاتاستروف اغريكول. هل تظن بان بهذه التوصيات وبهذا الاجراء الجديد الفلاح يتعافى؟ يعني اكيد اكيد، يعني فيما يخص يعني غدوه في حاله وين تكون كارثه يعني طبيعيه، يعني الدوله ما تجيش يعني تتدخل بالاعانات. هناك شركات تامين وين الفلاح راح يروح يدير عقد تامين، ويكون كذا يكون هذا العقد التأمين يكون سيفونسون تاع الدوله وين يخلص قسط فقط، وفي حاله حدوث يعني خسائر مش الدوله راح تعوض، يا صندوق التعاون الفلاحي هو اللي يتدخل باش يعوض. وهذه المنظومه هذه هي ناجحه يعني في جميع البلدان العالم. لاسيورونس ما نزيدوش نستهزئوا فيها، سواء تاع لي سيريالي سور التيراك سور لي شون، ولا فيما يخص ستوك تاع التبن ولا تاع القرط، ولا لازم تسوري باش تكوني مامنه. عموما ثقافة التأمين في الجزائر محدودة جدا لا تتعدى 6%. عصرنة القطاع وتقديم تحفيزات جديدة أكثر ضروري لرفع هذه النسبة. إلى
عروس الزبان بسكرة طبيعة وسياحة، يتم منذ 3 سنوات تهيئة وتثمين بعض المنابع الحموية التي لم يتم استغلالها لحد الآن. كذلك من أجل استقبال أكبر لعدد الزوار والسياح خلال المواسم والعطل المدرسية والعطل عموما، يتم بناء بعض الفنادق الآهلة، الفنادق الفخمة التي ممكن أن تستقبل عددا أكبر من السياح. جملة هذه المشاريع والمنابع الحموية من عروس الزبان وحورية حنف. لسنوات عديدة ظل نقص هياكل الاستقبال يشكل عقبة أمام تطور السياحة في ولاية بسكرة. هذا المشكل أصبح من الماضي بفضل انطلاق العديد من مشاريع الاستثمار في مجال الفندقة والإيواء. ولأن بسكرة تتوفر على العديد من المنابع الحموية، ما يجعلها مقصداً للوافدين إليها من داخل وخارج الوطن، خاصة أيام العطل للعلاج والاستحمام. ولا يمكن للقادم إلى بسكرة ألا يتوقف بحدائق الزبان، إنه المشروع الاستثماري السياحي الأضخم والأكبر وطنياً، ويصنفه البعض أنه الأكبر متوسطياً وإفريقياً أيضاً. يتربع على مساحة 52 هكتار، يوفر للزائر كل وسائل التمتع بالطبيعة وسط آلاف النخيل والأشجار من مختلف الأصناف. هذا المشروع شاركت في بنائه 30 شركة جزائرية وأجنبية بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون أورو. تحصلنا على قرض بنكي، مساهمة المستثمر تصل إلى 65%، والباقي أي 35% قرض بنكي. وحسب مسيري هذا المركب، فإن طاقة الاستقبال تصل إلى حوالي 1 مليون زائر في السنة بتسعيرة دخول حددت ب 1800 دينار للشخص الواحد. أعتقد أن التسعير معقول جدا، نحتاج إلى فترة طويلة لتغطية تكاليف الاستثمار. نفكر في برمجة تخفيضات واشتراكات لبعض الزبائن. ومن المنتظر أن تتضاعف طاقة الاستقبال مع استكمال بناء وتدشين باقي هياكل المشروع من فنادق وإقامات من الطراز الرفيع لضمان المبيت للوافدين من خارج حدود الولاية. وأنت تزور بسكرة خاصة أيام العطل ونهايات الأسبوع، تكون محظوظاً إذا وجدت غرفة غير محجوزة داخل المركب السياحي سيدي يحيى. هو عبارة عن قرية سياحية متكاملة تحتوي على فندق 4 نجوم ومركب بعدني يتوفر على مساحة لإعادة التأهيل مجهزة بالمستلزمات الطبية، ويوفر للعائلات فضاء للراحة والاستجمام. مركب حموي سياحي بالنسبة لنا لولاية بسكرة، عندنا حمام الصالحين وزدنا هذا المشروع زايد الطلب الحمام المياه المعدنية، زدنا اسمه حمام ثاني لولاية بسكرة، عندنا الفنادق 2، عندنا لي بانجالو هذو عندنا 24، عندنا الحمام نساء ورجال فيها غرف فردية ومسابح للنساء والرجال مغطاة. الدولة اللي سخرت لهذا الاستثمار هذا، لذلك احنا اتجهنا للسياحة هذه ولقينا فيها اسمها حاجة إضافة اسمها للسياحة والولاية، اسمها عندنا
عد الاستقبال يسمى تاع الزوار البسكرة زاد المشروع هذا زاد الولاية زاد لها استقبال السواح. ويجيكم من أي مناطق؟ من الوطن ويجيو من خارج الوطن. أنا ولاية بومرداس نجي لله بزاف لهذا المركب، لقيت الاستقبال، لقيت الماكلة، عندهم لي زاباراي، الناس يديروا المساج لداخل. المساج اللي درتو هنايا ما درتوش في تونس، انا شهاده لله. واحد السعر صغير، درت مساج في تونس بسعر كبير ما كا والو، وهنايا في كل حاجه اللي درتها الماكله الاستقبال في كلش في كل حاجه. مثل هذه الاستثمارات في مجال الخدمات السياحية ستسهم أكيد في تطوير الحركة السياحية وتوفير مناصب الشغل لسكان عروس الزيبان بسكرة. نحن الآن بمنطقة النشاط في منطقة العش بولاية برج بوعريريج. هذه الولاية كان معروف عليها أنها مختصة في الإلكترونيك، صناعات مثل الصناعات الحديدية لدى هذه الشركة، شركة البرج للبناءات الحديدية، تغير رأينا في ولاية البرج، إذ هناك شركات جديدة مثل هذه التي بدأت منذ أزيد من عام في إنتاج نوعية رفيعة للبناءات الحديدية بتوظيف أزيد من 40 جزائري يد عاملة مؤهلة، استفادت من التكوين من الألمان الذين كانوا سبباً ناجحاً في نجاح التجهيزات وكذلك في الإنتاج. التفاصيل في هذا الروبورتاج. إن الاعتماد على الآلات من التكنولوجيا الرفيعة وقبلها تحديد مجال الاستثمار في منطقة النشاط بالعش بولاية برج بوعريريج من المؤشرات الدالة على نجاح المشاريع. تندرج شركة البرج للبناءات الحديدية ضمن رزنامة الاستثمار الخاص، إذ باشرت هي الأولى في منطقة النشاط بالعش منذ أقل من عامين، على أن تسير حذوها مؤسسات أخرى لاحقاً. بعد ما حلينا الشركة لاسار بي سي ام اللي داخلة أيضا في المجموعة تاع جروب بورنان، اتصلنا بشركة كريديك على مستوى الجزائر العاصمة، عطونا الملف، كونا الملف جاهز، والملف راه عندهم لإنشاء التوسعة هذه اللي رانا فيها، تقدمنا فيها بنسبة 90% إن شاء الله. نسبة الاندماج راح تكون 50-60% إن شاء الله. تحصلت المؤسسة على شهادة المطابقة منذ بداية نشاطها، تشغل أزيد من 40 عاملا ما بين تقنيين وملحمين ومجمعين. النوعية أصبحت حتمية في أي منتوج، خاصة بالنسبة لمنتوج الحديد. توجهنا العنصرين مهمين، العنصر الأول هو الاستثمار في التجهيزات، والعنصر الثاني هو الاستثمار في اليد العاملة المؤهلة. الأمر يتعلق بسلامة مستعملين هذا المنتوج، وهذا المنتوج الآن يحوز على بطاقات تقنية لفيش تكنيك، يحوز على دي سيرتيفيكا دو كونفورميتي. بالنسبة لقدرة الإنتاج الآن تتراوح حوالي 800 طن شهريا، هذا ما يسمح لنا بدراسة السعر. الآن السعر معقول جدا، الهدف الآن هو توصيل المنتوج إلى أبعد نقطة من التراب الوطني الجزائري، بحكم موقع المصنع المتواجد في مدينة برج بوعريريج باعتبارها قطب صناعي بامتياز. تحتوي هذه الوحدة على معدات ذو تكنولوجيا جد متطورة، تلقينا التكوين على يد تقنيين ألمان لمدة شهرين. بفضل الموارد والكفاءة استطعنا التحكم في وسائل الإنتاج بيد عاملة جزائرية 100%.
حيث تصل هذه الوحدة إلى 800 طن شهريا مع منتوجات ذو جودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية. أهداف المؤسسة لا تنحصر في التصنيع وبجودة، فهي تطمح كذلك إلى التوسعة على مساحة 5000 متر مربع ليشمل نشاطها صناعة الجسور الجاهزة، وهي الورشة التي تبلغ مرحلة متقدمة من الإنجاز. عندنا اتصالات مع الخارج، شركة أوروبية اتصلنا بها وتنقلنا لها ودرنا معها كونترا اللي راح نمضيوها ان شاء الله على 15 يوم، منا على 15 يوم ان شاء الله نمضيوها وندخلوا في مرحله الانتاج منا على شهر ونص باذن الله، اللي راح تخرج لنا انتر 350 و 400 بون رولون بارون ان شاء الله، من بينها 100 راح تكون المستوى الجزائري، ومن بينها 300 اللي راح تكون ليكسبورطاسيون ان شاء الله. الهدف الاخر اللي راح يكون في المستقبل ان شاء الله هو التصدير لبعض الدول المجاوره مثل موريتانيا، مثل السودان، مثل النيجر، مثل مالي. الان مجموعه بونان حازت على مشاريع جد مهمه في ولايه ورقله، في ولايه واتسوف، في ولايه الجلفه. مؤخرا برمنا عقد او اتفاقيه مع شريك صيني في ولايه جيجل في ميناء جنجن من مصنع تكرير الزيوت. إن هدف المؤسسة بلوغ مرحلة التصدير، وهذا ليس بالمستحيل بالنظر إلى الدراسة المحكمة للمشروع والاختيار الأفيد للشريك الممول بالتكنولوجيا الأوروبية. وحنا رانا نسعاو ليكسبورطاسيون بوكو بليس. الهدف تاعنا الكبير هو ليكسبورطاسيون ونخفضوا في فاتورة الاستيراد. إن منطقة النشاط العشب في برج باريريج على موعد مع تحولات هامة من استحداث المصانع وتكوين اليد العاملة وتأهيلها وتأطيرها مع آفاق بروز قطب صناعي جديد ومتكامل. وصلنا بكم إذن إلى نهاية هذا العدد من مجلتكم الاقتصادية نصف الشهرية البديل الاقتصادي، على أن ألقاكم بإذن الله خلال العدد القادم. أقول لكم سلام.